استفادت الشركات الناشئة الحاضرة في المؤتمر التقني من خبرات الجهات التقنية والخبراء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار والمستثمرين، من خلال حضور جلسات المؤتمر أو من خلال عرض تقنياتهم الحديثة للمستثمرين. إحنا كشركة ناشئة أو جديدة طبيعي أنه مؤتمر زي هذا المؤتمر راح يفيدنا بشكل كبير، راح يخلينا نقابل جمهور أكبر بشكل أكبر، يعطونا مقترحات نقدر نستفيد منها في المستقبل بإذن الله، ونقدر نطور فيها منتجنا بإذن الله يعني بأفضل شكل وأسرع شكل بحول الله. في المقابل أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن منطقة الشركات الناشئة، وهي مزيج يضم موقعا فعليا وحاضنا للشركات الناشئة والمزيد من المزايا التي ستوفر للشركات الناشئة المنح والاستثمارات والدعم في التسويق والتدريب. أنا شهد الراجحي من منصة برينيس، أول منصة تواصل اجتماعي لتبادل المعرفة، مثل ما أن منصة لينكد إن هي سوشيال ميديا للقطاع الاحترافي والوظيفي، برينيس بيكون سوشيال ميديا لتبادل المعرفة، ليب خلانا نوصل لمستثمرين أكثر ولله الحمد. تعتبر المملكة أكبر سوق للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتجاوز حجم القطاع التقني فيها 40 مليار دولار، وتعتبر الاستثمارات الجديدة التي أعلن عنها خلال ليب جزءاً من خطط المملكة المستمرة. لقناة الإخبارية، عبدالله القرني، الرياض.